مساء النور، وين ما كنتوا تابعوا فينا داخل تونس او خارجها. هذا عدد جديد من رونديفونا في اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024. سعيده جدا دائما بتجديد اللقاء معكم، انا وكل من ماجد البرهومي. مساء النور، تحياتي ليك رياض جراد. مساء النور. مساء النور والعبور، احلام ليك وللكابتن ماجد ولكل السيدات والسادة المشاهدين والمشاهدات. شكرا ليك رياض. ننطلقوا في ابرز العناوين نتاع الحصه. اتفاقيات بالجمله بين تونس والكويت على غايه من الاهميه، باش نرجعوا لها بعد شويه. اليوم انطلاق الاكتتاف في القسط الرابع والاخير من القرض الرقاعي الوطني لسنه 2024. وزير الصحه يعلن التسريع في استكمال انجاز بعض الاقسام الاستشفائيه بمستشفيات بنزرت، والاعلان عن اجراءات هامه من طرف السيد مصطفى الفرجاني وزير الصحه. وزير التربيه يقول نستكمل حاليا التنظيم الاداري والمالي للمجلس الاعلى للتربيه، ويقول مشروع ميزانيه الوزاره يتضمن اعتمادات خاصه بتسويه وضعية المتعاقدين على دفعات، ويقول زاد 599 مليون دينار لتعهد وتأهيل البنية التحتية المدرسية خلال 2025. العناوين هذوما وعناوين أخرى تلقاوها معانا من توا حتى 8 متاع الليل في رونديفو نوف. نستقبلوا ضيوفنا بعد تباعا سي فخر الدين فضلون رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، وكذلك في الجزء الثاني باش يكونوا معنا العميد شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، باش نحكيو على الاستعدادات لإحياء الذكرى السنوية للديوانة وعديد المسائل الأخرى فيما يخص هذا القطاع الحساس. نبدأ بالخبر الأول، من بينها تطوير النقل الحديدي للفوسفات. تونس والكويت توقعان جملة من اتفاقيات التعاون المشترك في إطار أشغال الدورة الرابعة للجنة التونسية الكويتية المشتركة. وقعت اليوم تونس والكويت جملة من الاتفاقيات في العديد من المجالات، وتتمثل هذه الاتفاقيات في التوقيع على اتفاقية قرض مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفوسفات بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومذكرة تفاهم بين الحكومة التونسية والحكومة الكويتية للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة. كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال أنشطة التقييس بين تونس والكويت لسنتي أو لسنوات 25-26 و27، وبرنامج تنفيذي لسنوات 2025 و2027 لاتفاق التعاون الصناعي، وكذلك برنامج تنفيذي ثاني لمذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات الصناعية للسنتين 2025 و2026، وللتوقيع أيضا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2025-2026 و2027، وبرنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 و2027، وتولى التوقيع على الاتفاقيات كل من وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ووزير الخارجية دولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيى، فضلا عن مسؤولين من البلدين. ماجد، اتفاقيات بالجملة ما بين تونس والكويت، شريك غير غريب على تونس بالطبيعة، شريك استراتيجي واقتصادي قديم، لكن يبدو أنه الأمور تجددت بقوة هذه المرة. طبعا معناها اتفاقيات لا يمكن إلا أن تجعلنا نستبشر خير، باعتبار معناها أهمية الاتفاقيات وأهمية الميادين التي شملتها هذه الاتفاقيات، وأيضا أهمية دولة الكويت من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العلاقات الثنائية المتينة بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت. هذه الدولة الشقيقة كما أشارت أحلام، اللي استثماراتها في تونس قديمة وليست بجديدة، ربما شهدت بعض الفتور في مرحلة ما من التاريخ بسبب سوء فهم حصل في وقت ما، لكن الزخم يبدو أنه يعود إلى سيرته الطبيعية، ويبدو معناها أن هناك تعاون مثمر
سينشأ في قادم الأيام وقادم السنوات. ودولة الكويت على فكرة معروفة بمصداقيتها، معناها إذا وقعت اتفاقيات فإنها تذهب بعيدا في تنفيذها، خلافا لدول أخرى ربما اعتدنا منها الوعود ولا شيء غير الوعود الكاذبة في نهاية المطاف. اتفاقية نستبشر بها خيرا، وخصوصا اتفاقية القرض المتعلق بتطوير شبكة السكك الحديدية. وأنا كان تعرف سبق وحكينا قلنا وأنه مع الاقتراض من أجل المشاريع الاستراتيجية بطبيعة الحال، خلافا مثلا لما كان سائدا خلال العشرية السابقة، كنا نقترض ولا نعرف أين تذهب هذه الأموال التي نقترضها، لم نرى مشاريع لم نرى شيء. اليوم نقترض من أجل معناها تطوير نقل الفوسفات عبر السكك الحديدية، وهذا مهم جدا. الفوسفات معناها مادة استراتيجية بالنسبة لتونس، ممكن أنه تحل الأزمة الاقتصادية لتونس بطبيعة الحال. نشجع الذهاب بعيدا في سبيل تطوير معناها استخراج ومعناها تصدير الفوسفات، وهذا لن يعود بالنفع فقط على شركة فوسفات قفصة، أيضا سيعود بالنفع على شركة تونسية للسكك الحديدية، سيجددلها معناها قاطراتها ومعناها سككها، وبطبيعة الحال هذا سيعود بالنفع على الشعب التونسي أيضا، بما أنه الفوسفات كما قلنا مادة استراتيجية هامة ومادة بإمكانه أنه تحققنا مرابيح كبيرة ومداخيل هامة للاقتصاد الوطني، خاصة وأنه نعرف جميعا سعر الفوسفات مرتفع جدا في الأسواق العالمية. وحسنا فعلت الدولة وأنها ذهبت بهذا الاتجاه، وهذا على فكرة القرض الثاني بعد قرض آخر من المملكة العربية السعودية، ولنفس السبب بطبيعة الحال، وهو تطوير هذه الشبكة التي اهترأت تأكلت خلال العشرية الماضية، ولا بد من إعادة صيانتها وتجديدها. رياض، الرياضة، السياحة، الصناعات، الصادرات الصناعية، كذلك الفوسفات وأنشطة التقييس واتفاقيات النقل الحديدي، عديد المجالات شملت هذه الاتفاقيات أو شملت اللقاء ما بين تونس والكويت، ممثلة في وزير الخارجية خارجية دولة الكويت علي عبد الله يحيى. تقريبا معناتها قطاعات حساسة ومهمة، وتونس اليوم تعمل على تنشيطها كالفوسفات وكالصناعات والسياحة، تونس تعمل على تنشيط هذه القطاعات، فالاتفاقيات ماشية تقريبا نحو الوجهة التي تريدها تونس ويحتاجها الاقتصاد التونسي. بالضبط أحلام، أولا أهلا وسهلا بوزير الخارجية الكويتي في تونس، مرحبا بكل أشقائنا وأصدقائنا اللي يجيوا لتونس واللي يقصدوا تونس واللي يحبوا يوجهوا استثماراتهم لتونس واللي يحبوا يتعاونوا مع تونس في عدد من المشاريع. وكما أشرت أنت أحلام بالفعل اتفاقيات مهمة تم توقيعها اليوم بين بلادنا وبين الكويت في قطاعات وفي مجالات مهمة واستراتيجية بالنسبة للدولة التونسية، وهي من ثوابت الاقتصاد الوطني التونسي، كيف نحكيه على السياحة، كيف نحكيه على الفوسفات، كيف حكينا قبل على الفلاحة. اليوم المجالات هذه اللي شملها الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع الجانب الكويتي مجالات مهمة، خاصة فيما يتعلق بالفوسفات في الحقيقة، لأنه كما كان يحكي ماجد شبكة السكك الحديدية لنقل الفوسفات تآكلت واهترأت، ولا بد من تجديدها ولا بد من صيانتها. فيتم الاتفاق اليوم على قرض مشروع لتجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفوسفات، هذا مهم ومهم جدا، وربي حرك أسبابها، ربي حرك أسبابها. منذ أيام قليلة زارنا زاد وزير الاستثمار السعودي وتم إمضاء اتفاقية مع تونس لتشجيع الاستثمار، وجاء وزير الاستثمار السعودي لتونس للتباحث مع الحكومة التونسية من أجل توجيه عدد من الاستثمارات السعودية إلى تونس. كما قلت تونس راو معنا مشكلة مع حتى دولة باستثناء العدو الصهيوني، كما قلنا وأكدنا مرارا وتكرارا، احنا معناتها ما فما حتى قطيعة وما فما حتى مشكلة مع كل أصدقائنا وأشقائنا على قاعدة الاحترام المتبادل، على قاعدة الندية، وعلى قاعدة تغليب المصلحة المشتركة بيننا وبينهم. بطبيعة الحال بعد 6 أكتوبر كما أكدنا مرارا أحلام، دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة شعارها البناء والتشييد، وبطبيعة الحال لا يمكن أن يتحقق هذا البناء والتشييد دون الحديث عن مشاريع كبرى، دون الحديث عن منجزات، دون الحديث عن استثمارات. الاستقرار السياسي أكيد
يعني التقطوه الأصدقاء والأشقاء، والاستقرار السياسي مهم ومهم جدا في إنجاز هذه المشاريع وفي يعني توجيه هذه الاستثمارات. يبقى إن شاء الله الإدارة التونسية، وكما قلت مرارا مع احترامنا وتقديرنا لكفاءاتها من نساء ورجال، على الإدارة التونسية أنه تعاون على حلحلة هذه المشاريع وعلى تحقيق هذه الاستثمارات، ونتجاوز في الحقيقة تلك الذهنية والعقلية اللي سادت للأسف في الإدارة التونسية في جزء منها عن حسن نية، ولكن في جزء آخر منها عن سوء نية. فما مسؤولين في الإدارة يسعوا لتعطيل هذه المشاريع، يسعوا لتعطيل هذه الاستثمارات، لكن هرات حكيت أنا على ضرورة أنه يكون فما مركز قرار، ويكون فما مخاطب واحد على مستوى الدولة التونسية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى وفيما يتعلق بالاستثمارات ومع كبار المستثمرين. فما أحدى الصديقات بعثت لي على أساس أنه من الناحية النظرية الوكالة متاع النهوض بالاستثمار هي المخاطب الوحيد، وهي اللي تضطلع بدور التسهيل والتنسيق والتبسيط مع الكبار المستثمرين ومع المستثمرين، ولهذا راهو صحيح راهو في جزء منه. ولكن احنا ديما مشكلتنا في تونس النظري، اوكي في النظري راهو كل شيء موجود، لكن عمليا هذا مش موجود للامانه فيما يتعلق بالمشاريع، فيما يتعلق بالاستثمارات. اداره تبعثك الاداره، واداره تبعثك الاداره، ولين المستثمر يفد، ولين المستثمر يكره المشروع حتى قبل ما يبدا، وفما ناس ماخذ قروض، وفما ناس معناتها عندهم شركاء اجانب، وفما ناس كاريه، وفما ناس ماخذ اراضي، وفما ناس راهنه. معناتها التعطيلات هذه راهو لا تساعد المستثمرين ولا تساعد دولة، ولا هذا اللي يستنى فيه الشعب التونسي. إن شاء الله معناتها تتحرك الأمور هذه الكل، بالإضافة بطبيعة حال إلى ضرورة أن نمضي قدما وبأسرع وقت ممكن في مراجعة وتنقيح وتعديل القوانين والتشريعات البالية أيضا. واضح. هو في الحقيقة الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية هي عادة ما تكون شأن سياسي صرف، بغض النظر عن المستوى التنفيذي، كما كنا نشوفه مثلا في قمة العشرين إن تلقت من نهارين اللي فاتوا، وشفنا اللقاءات الثنائية مثلا اللي عقدوهم الزعماء المشاركين في قمة العشرين اللي حضرتها روسيا، حضرتها البرازيل، حضرتها الصين والهند، وعديد اللي حضرها الرئيس الفرنسي، وعمل لايف على انستغرام معناتها نزل فيديو قالوا هو ماشي لقمة العشرين اللي يحضروا فيها أكبر اقتصاديات العالم. فإنه راهو أصل الاستثمار هو في بالأساس هو استثمار سياسي، وإحنا اليوم كان نلاحظوا أنه هذه الزيارات أو هذه التحركات خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي ولا رأس المملكة العربية السعودية يجيوا بعد ما تمت الانتخابات الرئاسية، وفهمت الدول الأخرى أنه تونس تذهب نحو مرحلة استقرار سياسي واضح المعالم إلى مدة زمنية يعيها ويعرفها الجميع، وأنه خرجنا من مرحلة الشك. اليوم انطلقت عملية الاكتتاب في القسط الرابع والأخير من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 لتتواصل إلى غاية يوم 4 ديسمبر القادم حسب القرار الصادر عن وزيرة المالية، وترمي الحكومة من خلال هذا القسط إلى تعبئة مبلغ 720 مليون دينار، علما أن الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني أفضى إلى تعبئة 2270.7 مليون دينار، متجاوزاً المبلغ المستهدف والمقدر ب 700 مليون دينار. لأكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف معز السوسي، أستاذ علوم الاقتصادية بالجامعة التونسية. سي معز، مساء النور. أهلاً، مساء النور ليك ولكل اللي معك في استديو المشاهدي قناة تاسعة. لو كان تعطينا معلومات عن ما معنى القرض الرقاعي وشنو تنجم تعمل به الدولة، وكي تنجح في تطبيقه أو في إنجازه بشنو ينجم يعود على المالية التونسية؟ شكراً. قرض الوطني الرقاعي، هو شو معناها القرض الرقاعي؟ القرض الرقاعي يعني كل من يساهم في هذا القرض، القرض الوطني هو قرض يساهم فيه الذوات، معناتها الأشخاص وكذلك الذوات المعنوية. هو في ثلاثة أصناف، يعني الصنف A هو يخص فقط الأشخاص، والقيمة الإسمية هي 10 دينارات للسنة الواحد. ثم هناك صنف ب وصنف جي، وهو يخص الذوات المعنوية، وقيمة القيمة الإسمية للسنة الواحد هي تساوي 100 دينار. الأهمية على سميوها قرض رقعي، لأن هذا القرض يمكن أن يقع تداوله، معناها تداوله على بورصة الأوراق المالية. معناتها إذا كان شخص يوم يكتتب، معناتها يشري سندات
هو شخص ينجم يشري في سندات صنف A وينجم كذلك يشري في الباء والجيم، لأنه الباء والجيم يهم الأشخاص وكذلك الذوات المعنوية مش نوظف. دونك وإذا كان هو يحتاج سيولة، خاطر مثلا القرض صنف A هو المدة نتاعه 5 سنوات، القرض صنف B المدة معناها نتاعه هي 7 سنوات، ثم القرض جيم المدة نتاعه هي 10 سنوات. هناك فترات إمهال، ولكن نجم نقولوا أهمية القرض هذايا فنيا وتقنيا كان هو يعطيك إمكانية أنك تشري السندات هذايا وتختار أنك أنت تنتظر وتاخو الفوائد اللي هي تدفع كل سنة، ولا إذا كان أنت تحتاج إلى سيولة نجم تبيع السندات هذايا في السوق المالية في البورصة. هو تقريبا البورصة تسمح بتداول السندات هذه دائما 10 أيام بعد ما يقع غلق يعني الاكتتاب، كما أنت وضحت الاكتتاب بالنسبة للقسط الرابع هذايا بدأ في 20 نوفمبر وقد ينجم يوصل في 4 ديسمبر، مع العلم اللي وزارة المالية تنجم تزيد في المدة وتنجم كما تنقص. وكما قلنا في السنوات الماضية نجم نحكيه من 22 23 وكذلك 24 الدولة ترفع في تمويلات وتحقق أكثر ما هو مطلوب. ما تنجم نعطيك فكرة في الثلاثة أقساط اللي مروا في سنة 24، هناك القسط الأول اللي صار ما بين 5 و 13 فيفري، والقسط الثاني اللي صار ما بين 6 و 13 ماي، القسط الثالث صار ما بين 3 و 11 سبتمبر. يعني إجمالي التحقيق لحنا كان الدولة تطلب باش تحقق في الثلاثة أقساط هذوما 2150 طبقا لقانون المالية 2024، رفعت الدولة 3748.5 أي بنسبة تحقيق 174%. شو معنى هذا؟ شو معنى هذا سي معز؟ شو معناها كي الدولة تحقق أكثر من اللي تطلبه؟ شو معناها؟ هو هذا هو نفسروه أولا، كونه هناك ثقة في كونه الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الداخلي. نحن يزلنا نوضحه لهذا، هو هذا اقتراض على السوق الداخلية. هناك ثقة يمنحها معناها الذوات المعنوية، خاصة الذوات المعنوية، لأنه الحقيقة في الأشخاص هناك ما فيش مساهمة كبرى، يعني ما تتجاوزش 1% يعني بالنسبة لكن الشركات التأمين، البنوك، الشركات التي تتدخل في البورصة كما شركات ذات رأس مال متغير أو قار، هذوما كلهم ياخذوا السندات هذه. مش نفسر لك علاش، لأنهم يعرفوا قيمتها. شنو قيمتها هذه؟ اليوم الدولة تتفلس بنسبة فائدة محترمة، يعني نجم قلت نسبة الفائدة معناها من صنف إلى آخر ما بين 9.7 إلى 9.75% بالنسبة للعام الواحد. اليوم السوق معناها اللي ينتظروه الناس اللي هما يخدموا على السوق المالية يتسماه PCH، معناها يعني احنا الاحتمال كونه نسبة الفائدة تنقص هو أكثر من احتمال أن نسبة الفائدة ترتفع. نعرف كلنا اللي البنك المركزي ما رجعش نسبة الفائدة منذ مدة، بالرغم اللي تراجع أو استقرار نجم نقوله في نسبة التضخم في حدود 6-7%. إذن نجم نقوله اللي سكتور إيكونوميك يعني كلهم ينتظروا كونه نسبة الفائدة قد تتراجع، وهذا علميا طبعا أنا أفسره علميا، إن تراجعت نسبة الفائدة فهو يعطي قيمة مضافة للسندات، لأن السندات هذه فيها اختيار ما بين أنك أنت تاخذ بنسبة فائدة قارة أو بنسبة فائدة متغيرة، يعني نسبة السوق النقدية مع فائض يكون في حدود 1.7 إلى 1.75%. إذا نجم نقوله هناك حاجتين يخليه اليوم أن نشريه السندات هذه متاع القرض الوطني الرقاعي. أولا ثقة المتعاملين في الدولة، لأنه هو معناها لتاشا معناها يقدم سجي دو كونفيانس. ثانيا هناك مردودية ربحية مش تجي عن طريق الدولة، لأنه نسبة الفائدة هي تجي عن طريق السوق المالية بتحقيق ما يعبر عنه باللي بلو فالو، وقت اللي يحتاج معناها من اقتنى هذه السندات يحتاج تحويلها إلى سيولة نقدية. واضح. سي معز رياض جراد باش يتفاعل معاك. مرحبا. بما أنك مختص وأستاذ علوم اقتصادية بالجامعة التونسية، وبما أنك حكيت على نسبة الفائدة، هل الأستاذ معز السوسي ينصح اليوم بالتخفيض من نسبة الفائدة أم لا؟
في هذه الظروف. أنا استمعت لك الحقيقة في تقديمك، لأنه أنا اعتقادي أن بلادنا تحتاج إلى دفع قوي للاستثمار، والحقيقة على مستوى الاستثمار العمومي الدولة عندها معناها مجهود اللي قاعدة تقوم به، لأنه الميزانية ما تسمحش باش نخرجوا أكثر على مستوى نفقات الاستثمار. عندنا مدة وإحنا الاستثمار الخاص معطل، من بين الأسباب اللي ذكرت الأسباب معناها ثقل معناها الإجراءات الإدارية وهذا صحيح، لكن كاقتصاديا إذا كان مش نحكيه على مكبلات الاستثمار الخاص اقتصاديا، هناك نسبة الفائدة المشدة والمرتفعة. بطبيعة احنا في بلادنا اخترنا، وخاصة مش بقوله مش البنك المركزي اختار، انه يعمل سياسة نقدية حذرة باش يحد من التضخم، وكذلك باش يحافظ على قيمة الدينار، لانه راهو نسبة الفائدة ما عندهاش تأثير فقط على الاستثمار، عندها كذلك تأثير كما نعرفوا على قيمة الدينار. ونجم نقولوا اللي البنك المركزي منذ معناها 8 أو 9 أشهر وقت اللي حدد القسم معناتها نسبة الفائدة المديرية في حدود 8% وما رجحاش، اليوم ننتظروا كونه خاصة أنه نسق معناها التضخم قاعد يتراجع، ولو أنه في الشهرين اللي فاتوا وقع استقرار ما خفضناش. اعتقادي اللي بلادنا اليوم تحتاج إلى مراجعة إلى نسبة الفائدة إلى الأسفل، ولكن ما يلزمش نمشيه في المجهول، يلزم هذا يكون مدروس، ويلزم يكون معناها في إطار معناها سياسة جديدة تهدف إلى مثلا تطبيق ما يعبر عليه باستهداف التضخم، يعني باش ما يصير الناس مأزق ونوليه إذا كان خفضنا في نسبة الفائدة نجم لا قدر الله نسبة التضخم تعاود ترتفع، لأنه ما يلزمناش ننساو سيريات اللي راهو تونس عدينا فترة خاصة في نهاية معناها في نهاية 23 بداية 24 كانت عندنا نسبة تضخم مرتفعة وصلت إلى حدود 10% في المنطقة. واضح، شكرا لك سي معز السوسي الأستاذ علوم الاقتصادية بالجامعة التونسية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا على كل هذه التفاصيل. نمشيو للصحة الآن، تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تهدف إلى ضمان حق المواطن في خدمات صحية عادلة ومتطورة وتعزيز العدالة بين الجهات، قام أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بزيارة تفقدية لعدد من المؤسسات الصحية بولاية بنزرت، معلنا على أثرها تسريع نسق استكمال إنجاز عدد من الأقسام الاستشفائية بعدد من المستشفيات في الجهة. هذا وقد تابع الوزير خلال زيارته تقدم مشروع توسيعات قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، وعاين أيضا موقع مشروع توسيعات قسم الاستعجالي الجديد بالمستشفى المحلي بماطر، كما أعلن عن اختيار المقاول لاستكمال أشغال بناء قسم النساء والتوليد وطب الولدان بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة. نسمع وزير الصحة. زيارة ولاية بنزرت، زيارة مستشفى حبيب بوقطفة، مستشفى ماطر، مستشفى مازن بورقيبة، وهوني خبر صار للمواطنين تاع ولاية بنزرت، ومع سيد والي بنزرت تم اختيار المقاول اللي باش يبدا في الأيام القادمة يواصلوا إكمال قسم أمراض النساء والتوليد والأطفال وإنعاش الولدان بعد انتظار طويل، إن شاء الله يكون جاهز. كذلك إكمال قسم الاستعجالي بمستشفى حبيب بوقطفة، وبداية الأشغال في قسم الاستعجالي نتاع مستشفى ماطر، اللي إن شاء الله عندنا معناها تؤسست المفروض في مستشفى ماطر، وكذلك على المدى المتوسط يولي مستشفى جراح. بالنسبة لمستشفى مازن بورقيبة، البنية التحتية يلزمها برشا صيانة. كان هذا وزير الصحة إذن الإعلان عن إجراءات مهمة ومهمة جدا على مستوى ولاية بنزرت، العديد من المعطيات شملت عديد الأقسام والاستشفائية بمستشفيات في بنزرت. ماجد نعطيك الكلمة. نعم، شوف مهم جدا معناها الالتفات الى الصحه العموميه، معناها بين بالكشف في السنوات الاخيره خصوصا مع ازمه كورونا، وانه القطاع العام هو الاساس ولا بد من العنايه به. صحيح القطاع الخاص موجود للمعافضه، ولكن اليوم نشهد تدهور قدره شرائيه للمواطن التونسي وعجز عن الذهاب الى المساحات الخاصه،
والعموم الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة تذهب إلى المستشفيات العمومية، وهي معناها إذا نحسبها من حيث العدد هي غالبية الشعب التونسي، وبالتالي لا مفر من العناية بالصحة العمومية وإعادة الألق إلى مستشفياتنا. وأعتقد أنه هذه الزيارة تدخل في هذا الإطار، وإن شاء الله تتلوها زيارات أخرى إلى مستشفيات أخرى داخل الجمهورية، مستشفيات جهوية ومحلية، لأنه الحالة نعرف جميعا حالة مزرية، حالة المستشفيات العمومية، وبحاجة إلى مزيد التطوير والعناية حتى معناها ننهض بقطاع هام، لأنه المواطن التونسي ماذا يريد في نهاية المطاف؟ يريد صحة، يريد تعليم لأبنائه، يريد نقل في المستوى، ويريد معناها مواد غذائية متوفرة معناها في الأسواق، وهذا اللي يجب أن تعمل عليه الدولة. وبالتالي فهذه الزيارة أعتقد أنه تدخل في هذا الإطار، وإن شاء الله تتلوها زيارات أخرى إلى مستشفيات أخرى. واضح. 15 أكتوبر الرياض 2023 عاين الرئيس تعطل الأشغال بقسم التوليد والرضع وطب الأطفال في وطب الولدان بالمستشفى الجامعي لحبيب بوقطفة، وقت زيارة اللي كان حضر فيها الوالي السابق، والزيارة اللي أثارت برشا جدل لوضعية المستشفى والحالة اللي عليها خاصة هذا القسم المهم اللي نعرفه اليوم أنه قسم النساء والتوليد وطب الولدان ديما في المستشفيات الكل يعتبر الأقسام الكل مهمة، لكن يعتبر من أهم الأقسام لأنه التكلفة متاع الولادة والإنجاب والمعالجة في الخارج هي تكلفة غالية. اليوم الوزير الصحة أعلن مباشرة عن اختيار المقاول لاستكمال الأشغال لبناء القسم هذايا، معناها مش وعود ولا لا، اليوم تم الإعلان رسميا على أنه فما مقاول والأشغال باش تبدأ بخلاف الإجراءات الأخرى. مهم جدا، وهذه بشرة خير بطبيعة حال لكل أهالينا في ولاية بنزرت وللتونسيين عموما، وهذا يبين اللي فما متابعة أحلام، معناتها كيف السيد رئيس الجمهورية يقوم بزيارة لهذا المستشفى ولهذه الأقسام بالتحديد في بمناسبة عيد الجلاء في 15 أكتوبر 2023، واليوم نشوفوا زيارة من السيد وزير الصحة ويتخذ إجراءات ويتخذ إجراءات عملية وفورية، فهذا الحقيقة مطمئن، لأنه احنا ديما كنا نحكيه أنه راهو رئيس الجمهورية بنص الدستور هو من يتولى الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يترأسها رئيس حكومة، وحينما يقوم وهذا المفروض أنه حينما يقوم السيد رئيس الجمهورية بزيارة أو حينما يتحدث السيد رئيس الجمهورية عن قطاع من القطاعات فيجب أن يكون ذلك مشفوعا بإجراءات، وأن يكون وأن يكون فما متابعة لتلك الملفات ولتلك القرارات والتوجهات الرئاسية على مستوى وزارة الصحة. اليوم هذا الحقيقة صار وهذا ممتاز، وقبل حتى الزيارة هذه البنزرت شفنا الزيارة للمستشفى المحلي في بير علي بن خليفة والخور معناتها اللي عاينوا السيد وزير الصحة والإجراءات كذلك العملية والفورية اللي اتخذها بعد تلك الزيارة الميدانية. وكما قلت الحقيقة في مناسبات سابقة، أعتقد أنه اليوم الصحة العمومية في أيادي أمينة، والسيد الوزير مصطفى الفرجاني على رأس هذه الوزارة الهامة والوزارة الحساسة. نعرف الدور المهم الذي قام به هذا الرجل يعني بعد 25 جويلية في الحملات المكثفة لتلقيح المواطنات والمواطنين التلقيح في إطار يعني جائحة الكوفيد اللي عشناها الناس الكل، بعد ما ماتت الآلاف المؤلفة قبل 25 جويلية عندما كان على رأس الإدارة العامة للصحة العسكرية. اليوم كذلك نعول على السيد الوزير مصطفى الفرجاني كذلك أن يحلحل وأن يحرك كل المشاريع المعطلة فيما يتعلق بالصحة العمومية، وهذا كذلك الحقيقة شفناه وبمعية بطبيعة حال السيد الرئيس وبتوجيهات منه، شفنا أنه الأشغال انطلقت بالنسبة لمستشفى الملك سلمان، وإن شاء الله كذلك المدينة الطبية في القيروان كذلك تتحرك، وهذا راهو من الحاجات المهمة، وهذا ما ينفع الناس، وهذه راهو من التفاصيل اليومية المهمة اللي تعني الناس. كما كان يحكي ماجد، راهو التوانسة بالنسبة لهم الصحة، التعليم، النقل، المقدرة الشرائية، المواد الأساسية، المنتوجات، البضائع لازم تكون متوفرة، ما يكونش فما يعني غلاء أسعار فاحش، هذا ما يهم المواطنين. وكما قلت معناتها حتى في عديد المناسبات وقبل حتى انتخابات 6 أكتوبر السيد رئيس الجمهورية ركز أيما التركيز على ضرورة إنقاذ هذه المرافق العمومية والقطاعات الحيوية
حيوية وإعادة بنائها من أجل أنه تعود لسالف نشاطها وتقدم الخدمات للمواطنين كما كانت عليها أو حتى أفضل. لأنه اليوم كما شفت أحلام تلقى مستشفى ما يقدمش خدمات صحية، وتلقى ملعب أولمبي ما يتلعبش فيه، وتلقى ويعطيك ساعة ماهوش أولمبي، وتلقى معناتها مسرح للهواء الطلق ما يحتضن معناتها حتى عرض، وبالعكس معناتها حتى المعدات نتاعو الكل تم تخريبها وتم سرقتها. إذا الحقيقة هذا الكل يلزم نتجاوزوه، يلزم نتجاوزوه بمعية الناس الشرفاء ذوما الناس الصادقين اللي اليوم على رأس عدد من الوزارات، وكذلك حتى السلطات الجهوية والمحلية. ونتصور أنا حتى يعني المجلس الوزاري اللي انعقد في الغرض فيما يتعلق بحلحلة معناتها التعطيلات والمشاكل هذه المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع الكبرى، وخاصة يعني منظومة الصفقات العمومية، كذلك راو الإجراءات اللي اتخذها السيد رئيس الحكومة مهمة ومهمة جدا، مما يخلي اليوم السيد وزير الصحة يتخذ إجراءات عاجلة، مش نبقاو هاو نعملوا أبيل دوفر ونشوف المقاول الفلاني واتيح عند شكون وأرخص سوم وكذا. فاليوم الحقيقة اللي نراوه، وهذا ما كناش للأمانة نشوفوه خاصة مع الحكومة السابقة، اليوم فما حالة من التناغم والانسجام على مستوى العمل الحكومي والعمل الحكومي مع رئيس الجمهورية. لأنه من المهم جدا أنه ديما نذكره، لأنه في الحكومة السابقة فما بعض الوزراء نسوا أو تناسوا ذلك. بنص الدستور رئيس الجمهورية هو من يتولى الوظيفة التنفيذية بمساعدتي حكومة يترأس رئيس حكومة، الدستور واضح اللي صوتوا عليه التوانسة. فاللي يسهى ولا تاخذوا عينيه ولا ينسى ولا يتناسى، وإلا اللي يحن لدستور 2014 ماذا به ديما يحط قدامه الفصل 89 من دستور 25 جويلية 2022. واضح. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال أشغال الجلسة العامة التي خصصت أمس للنظر في مهمة التربية من مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 أن العمل جار على استكمال التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم لينطلق عبر هيئاته ولجانه في تشخيص الوضع التربوي. نسمعه السيد وزير التربية. هنالك مؤسسة دستورية أذن بها رئيس الجمهورية، وهي مشروع آمن به، وهو المجلس الأعلى للتربية، وجاري استكمال تنظيمه الإداري والمالي لينطلق عبر هيئاته وعبر لجانه في تشخيص الوضع التربوي انطلاقا من ما هو موجود في المكتبة، لأنه ثم تجارب وثم دراسات نريد أن نصل منها إلى دراسة عميقة في كل جوانب المتعلقة ب الإصلاح التربوي. فنحن نتفق بأن نظامنا التربوي رغم المكاسب التي حققها على امتداد عقود أضحى اليوم يشكو ضعفا في مردودته ومخرجاته في مستوى برامجه ومناهجه وأنظمة التقييم والتكوين والحياة المدرسية والزمن المدرسي. ونتفق أيضا أنه لم يعد بإمكانه أو يمكن من الاستجابة لاحتياجات الفرد والمجتمع ومواكبة التطورات الحاصلة والتغيرات المتسارعة في الأنظمة التربوية. ونتفق أيضا أن الشروع في إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي بكل مكوناته مسألة ملحة. ماجد، المجلس الأعلى للتربية نادت به النقابات ونادوا به عديد الأطراف المختصين في مجال التربية وإصلاح التربية، واليوم يبدو أنه الأمور قاعدة تتقدم في هذا الملف المهم، واللي برشا متداخلين في القطاع هذا يقولوا أنه عملية الإصلاح تنطلق من داخل المجلس الأعلى للتربية. ما يمكنش الحديث عن إصلاح قطاع تربية من دون وجود هذا المجلس الأعلى وتفعيل النشاط بتاعه. طبعا خبر جيد، معناها انه شارعنا او بدات الخطوات الاولى لانجاز هذا المجلس الاعلى للتربيه والتعليم.
الذي أعتقد أنه سيكون ممثلين فيه كل المتدخلين في قطاع التربية والتعليم وليس فقط وزارة التربية. نعرف أنه القطاع هذا فيه وزارات أخرى متدخلة وفيه هيكل أخرى وغيره، معناها وربما سنشهد التمثيلية كيفاش باش تكون فيه معناها في قادم الأشهر أو حتى الأيام معناها القادمة. لابد من إصلاح تعليم مثل ما كان يتحدث الوزير، هناك خلل ما في التعليم العمومي. التعليم العمومي نعاود نأكد اللي هو الأساس في أي إصلاح منظومة تربوية، لأنه هو اللي باش يحقق معناها المبدأ الدستوري في الحق في التعليم، لأنه هو الوحيد القادر وأنه يصل إلى المناطق النائية والمناطق والأرياف والمناطق الحدودية. لا أعتقد أنه مستثمر في التعليم الخاص سيذهب إلى دشرة من عرشوين أو في منطقة حدودية أو غيره، وبالتالي التعليم العمومي هو الذي سيحقق هذا المبدأ الدستوري الذي ينادي بتطبيقه الجميع، وليشعر التونسي وأنه الدولة تفكر فيه وتوصل له التعليم معناها إلى مقر داره حتى ولو كان معناها في منطقة نائية. لكن ديما عنا معناها نوع من الاستدراك، لأنه تعليمنا في السنوات الأخيرة للأسف الشديد أو السنوات الماضية أصبح معناها يصدر في الكفاءات وفي النخب التعليمية إلى الخارج، معناها بطريقة ما أصبحنا نساهم مثلا في ميزانية فرنسا أو ألمانيا عندما نصدر لها أطباء جاهزين ونقرض فيهم في أهم ثروة. بالضبط، هذا هو رياض. فدولة الاستقلال نجحت في التعليم ونجحت في تخريج متعلمين، لكن إنها للأسف لم تنجح النجاح المطلوب في تأطير هؤلاء الكفاءات والنخب وتوجيههم نحو الاقتصاد الوطني، نحو النهضة الشاملة التي تريدها تونس وتنشدها. وبالتالي أي إصلاح تعليم في المرحلة القادمة يجب أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أعتقد برأي المتواضع، وأنه الكفاءات وهالزبدة هذه متاع تعليمنا اللي باش نصلحوه لابد وأنه نستفيد منها في تونس ولا يستفيد منها غيرنا. هذه تتدخل فيها مسائل أخرى وأطراف أخرى ماجد، أنه هذايا أنه اليوم أنه الطب ما يخرجوش، المهندسين ما يخرجوش، والفيترينير ما يخرجوش، وهذايا مش مرتبط كالمجلس الأعلى للتربية فقط، هو مرتبط بنظرة تنموية شاملة استراتيجية ونظرة تنموية شاملة معناتها تشمل تقريبا كل الوزارات المالية الاقتصاد كل الوزارات مشمولة بأن هي تعمل الدولة تكون عندها رؤية أو مخطط تنمية من خلاله هو تستحفظ على أنه فما دول في العالم تحط شروط للناس اللي يقراوا، على ما أظن دول في أمريكا اللاتينية ما نحبش نسمي باش ما نخطئش، في تحط شروط ريت وقت اللي تبعث طالب يقرأ على حسابها البرة وإلا تدرس طلبة في اختصاص ما تفرض عليه أنه هو يرجع يعدي مدة معينة من العمل في بلده، معناتها تبعث يقرأ على حسابها بورس وكل، ولكن يلزمه يرجع كما نقوله للبرازيل يخدم 10 سنين في البرازيل بعد كده هو حر. يلزم الدولة زادت معناها تعد تكون عندها رؤية أو مخطط أو برنامج للاستفادة من هذا المتعلم في إطار نهضة شاملة كما كنا نحكيه. عندها مثلا للأطباء عندها مخابر بحوث في المستوى، عندها برنامج لتطوير القطاع الطبي، لتطوير من عرشنا ميدان معين يخص جراحة القلب أو غيره أو كذا تختص فيه، تدمج هذه الإطارات والكفاءات نسبة في البرنامج هذا. نتاع العمليات في قسطرة القلب اليوم أعلنوا أنه 99% ناجحة، معناها من أفضل البلدان في إنجاز عمليات قسطرة القلب هي تونس، 99% من العمليات تنجح نجاحا تاما. أنا نعتبر أنه الأمور يجب تمشي أبعد من هذاك حتى مع الدول اللي هي تهز في الطب وإلا تهز في المهندسين وإلا تاخو في الكفاءات، لأنه يعني هذه أدمغ قاعدة تهاجر صرفت عليها الدولة التونسية وأنفقت عليها برشا فلوس من الدولة لكي تشتغل في الدولة، فيجب على الدولة أن توفر لها ظروف جيدة، لأنه العديد يهاجروا على خاطر يبقى في البطالة ما يلقاش الظروف الملائمة، يبدأ مهندس وإلا طبيب وإلا طبيب بيطري وإلا جراح وإلا، لكن يختم في ظروف ما يشبهها أو يلقى أنه الأجر ما يولمش معناها التعب. خاصة أنا لاحظت حاجة وما يتغشوش مني الأطباء، لاحظت وأنه اللي قاعدين يخرجوا هم الجيل الجديد، كي تجي تشوف أنت توا تلقى
الجيل القديم الطب القدم معناها اللي هم كما نقولوا فوق الخمسين سنة تلقاهم ما يهاجروش، تلقاهم خدموا طول عمرهم في تونس وقعدوا في تونس، اللي تجي تلقى العقلية هذه عند الجيل الجديد اللي هو يعتبر ربما أنه فما نوع من اليأس في المحيط الطبي والمجال الطبي التونسي، فيضطر للمغادرة رغم أنه راه في دول أخرى يخلص أقل من الطبيب الأوروبي. وثم حاجة أخرى أحلام بعد إذنك، مش كان الأطباء تو قاعدين يغادروا، ثم المهندسين، ثم الأساتذة الجامعيين، أساتذة التربية والتعليم، الأطباء البيطريين اللي هم يعتبروا معناتها حتى الأساتذة والمعلمين في الخليج العربي، الأطباء البيطريين اللي هم مسؤولين على من أبرز مسؤولين على الأمن القومي الغذائي، معناتها اللي هم مسؤولين على مراقبة الأوبئة، اللي هم مسؤولين على تلقيح الحيوانات، على مراقبة القطعان، على التصدي للأوبئة، على معناتها عندهم دور كبير برشا. لازم تشوف اليوم العدد نتاعهم اللي يهاجر خاصة نحو الدول بالضبط الفيترينير قاعدين يهاجروا بصفة كبيرة خاصة نحو دول في القارة الإفريقية باش ما نسميوش دولة بعينها. تفضل رياض. التعليم بتبيع حاجة مهمة برشا بالنسبة للعائلات التونسية والشعب التونسي الكل، وهو لا يقل أهمية عن الصحة اللي كنا نحكيه عليها. وأنا الحقيقة نحب نأكد ونشدد على الفكرة التي ذهب لها الكابتن ماجد فيما يتعلق بإقراض تونس للأصدقاء الأوروبيين لأهم ثروة صحيح. اللي هي الثروة البشرية، هذوما زبدة المجتمع التونسي، هذوما الكفاءات التوانسة اللي الدولة والمجموعة الوطنية صرفت عليهم يعني آلاف المليارديرات باش قراتهم وباش علمتهم وباش كبرتهم وباش وصلتهم وباش أصبحوا معناتها أطباء وأصبحوا مهندسين وأصبحوا علماء وغيره معناتها من الاختصاصات. فاليوم احنا الاصدقاء الاوروبيين نقرض فيهم في اهم ثروه، فبالتالي ما وهذا يلزم نقوله لهم معناتها، راه ما يلزمهمش هما يتصوروا انهم عاملين مزيه كبيره برشا كيف توا خمسه ولا ست سنين ولا سبع سنين، واحنا نتفاوضوا معاهم ونتفاوضوا مع الصناديق المانحه نتاعهم واللي هما مسيطرين عليها على 1.9 مليار دولار يعني بنسبه فائده مشتته، بل أكثر من ذلك وبشروط وبإملاءات مجحفة لو خضعت لها تونس ولو رضخ لها الشعب التونسي ربما رانا شفنا مشاهد كما اللي عاشتها بلادنا في 78 وفي 84 وحتى في 2008، وربما راو تم تهديد يعني السلم الأهلية والسلم الاجتماعية. فمن المهم جدا راو أنه حتى دبلوماسية التونسية ووزارة الخارجية ومؤسسات دولتنا، وللأمانة هذا الكلام على الأقل على مستوى رأس الدولة السيد الرئيس كلما سنحت الفرصة إلا وكرر هذا الكلام على مسامعهم أيضا، إنه احنا راو معناتها اللي ننتبه كل واحد زاد ماذا به يعرف حدوده، راو احنا نقرض فيكم في أهم ثروة اللي هي لا تقدر في حقيقة الأمر بثمن. نحب نرجع كذلك للكلام اللي حكاه السيد وزير التربية في البرلمان فيما يتعلق بالتسريع يعطيك صح بتركيز المجلس الأعلى للتربية اللي هو مؤسسة دستورية نص عليها الدستور 25 جويلية. من المهم جدا أن نسرع في تركيز هذا المجلس، ومن المهم أنه يكون فما مقاربة شاملة لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في تونس، ويكون كل الأطراف المتداخلة مشاركة في هذا الإصلاح حتى يكون إصلاحا مجتمعيا، وما فما حتى جهة تحس بأنه هي مقصية من هذا الإقصاء. واللي اتطرق له السيد الوزير وأنا نحب نشكره مهم ومهم جدا، وتقريبا التلامذة الكل يعانيوا منه والأسر التونسية الكل تعاني منه، اللي هو ما يتعلق بالزمن المدرسي. لابد أنه من بين أهم الحاجات اللي تتحط على طاولة النقاش واللي طلع بها المجلس الأعلى للتربية هو الزمن المدرسي. يلزم الزمن المدرسي متاعنا يواكب المتطلبات، يفهم كذلك المتغيرات، يعرف اللي المجتمع في التسعينات وفي بداية الألفينيات مش مجتمعنا اليوم، العائلات تبدلت، طرق العيش تبدلت، نمط الحياة تبدل تقريبا اليوم، كما المرأة كما الراجل كلها توا تقريبا يخدموا والكلهم معناتها يجري وراء لقمة العيش خلينا نقولها بكل صراحة. وبالتالي من المهم جدا أن نلائم ما الزمن المدرسي بالنسبة لإطار التربية وبالنسبة للتلامذة مع تلك التحولات والمتغيرات، بالإضافة كذلك إلى ضرورة تعطيه حقه باش يمارس الرياضة مثلا تنمي له مهارات خاطر فماش كان القراية بالضبط تنمي حتى المهارات، يعني حتى الزمن المدرسي متعلق كذلك بضرورة أنه ننمي المواهب والمهارات متاع الصغيرات، فماش كان القراية زاد واللي ما يفرحش في القراية شنو يعمل؟
ما هو فما اللي يعمل الدونس، فما اللي يعمل ما نعرفش الموسيقى، فما اللي يعمل الرياضه، معناته في عديد الاختصاصات. وهذا بطبيعه الحال ينجم يجرنا للحديث ايضا على الظواهر اللي الحقيقه استفحلت في مؤسساتنا التربويه وفي الوسط المدرسي، كما العنف، كما المخدرات وغيره. هذا راهو الحقيقه هي المسائل المترابطه، وهذه من اهم الملفات الحارقه اللي يلزم تتحط على طاوله النقاش واللي يبشرها المجلس الاعلى للتربيه اللي ان شاء الله يتم تركيزه في أسرع الأوقات. وفيما يتعلق بملف المعلمين والأساتذة النواب، أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه تم الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيتهم. وقال الوزير أنه تم ضبط المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين لوزارة التربية وحصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية وفقا لتوازنات المالية العمومية، ومؤكدا بأن مشروع الميزانية يتضمن اعتماد خاصة بتسوية وضعياتهم على دفعات. ترسيما لقرار سيادة رئيس الجمهورية بالقطع مع مظاهر الاشتغال والتشغيل الهش والإسراع ببلورة حل نهائي لملف الأعوان المتعاقدين بناء على مقاييس موضوعية تحفظ حقوقهم وحقوق الناشئة على حد سواء، ولضمان تعليم جيد شامل ومنصف، فقد تم ضبط المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين لوزارة التربية وحصر الفئات المعنية تمهيدا للتسوية المرحلية وفقا لتوازنات المالية العمومية. وقد تم كما أعلن ذلك عناية السيد رئيس الحكومة بمناسبة إلقاء بيان الحكومة خلال الجلسة المشتركة الافتتاحية بمجلسكم الموقر الانتهاء من صياغة النصوص القانونية الخاصة بتسوية وضعية الأعوان المعنية. بالنقطة هذه واضحة أنه تهم بالأساس المعلمين النواب والأساتذة النواب، ومشروع الميزانية موجود فيه اعتمادات خاصة بتسوية وضعياتهم على دفعات وهم يعلمون ذلك. وبخصوص المتعاقدين المرشدين وأعوان التأطير بوزارة التربية، قال الوزير بأن العمل جار ضمن نجلة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة ملف تسوية وضعياتهم وفقا لمقتضيات القانون. نسمع السيد وزير التربية. أما فيما يتعلق بالمتعاقدين من المرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير، أعوان التأطير وأعوان المخابر، فإن العمل جاري ضمن لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لدراسة الملف وتسويته بناء على قواعد العدل والإنصاف ووفق مقتضيات القانون. وبالتأكيد السادة النواب الأفاضل، أنتم تعرفون وأنتم على وعي بأن هذه المناظرة شابه الكثير من الإخلالات. تم تقرير الهيئة العليا، تعرفون ذلك بوضوح تام. وهذه الدفعات التاريخية يشوبها الكثير من الإخلالات، واللجنة اجتهدت إيجابيا برعاية السيد رئيس الحكومة أيضا وبإذن منه على أن نسوي هذا الملف وأن نسير به إلى محطة التسوية رغم صعوبة الملف. ماجد، والله أنا نعتبر أن وزارة التربية واحدة من وزارة السيادة، واحدة من أثقل من الوزارات السيادة. بالحق، وإحنا نعرف وزارة السيادة العدل والداخلية والخارجية، أنا نعتبر أن وزارة المالية هي بالحق وزارة السيادة، وزارة ثقيلة جدا. أكيد. وزارة التربية عفوا، هي وزارة ثقيلة جدا وفيها إرث ثقيل جدا جدا، وفيها معناها المنظورين والمنتسبين متاحة، وتشرف على قطاع يعتبر كما قال رياض معناتها كان مفخرة تونس اليوم، معناها واحدة من المشاريع العاقدة وضعية العالقة وضعية المتعاقدين. مشروع ميزانية الوزارة يتضمن اعتمادات خاصة بتسوية وضعية المتعاقدين أما على دفعات. نعرفون المسألة هذه عملت برشا مشاكل خاصة وعديد الاحتجاجات خاصة من طرف النقابات على سلطة الإشراف. شوف، هو أي ملف اجتماعي يتم إيجاد حلول له أكيد لا يمكن إلا أن معناها نباركه ونستبشر معناها لحل مشكلة فئة من التونسيين بطبيعة الحال في نهاية المطاف.
كلما حلينا مشكلة معناها إلا وفي نهاية المطاف نصل إلى فض المشاكل الاجتماعية لعموم التونسيين. الملف الأساتذة النواب والمعلمين النواب أعتقد أنه ملف طال جدا، طال معناها أكثر من اللزوم، والله السنوات وإحنا نراو فيهم وهما يشكي ومعناها وكل مرة هما في منبر إعلامي عندهم إشكالية كبيرة وكل مرة يوعدوهم والتسويف كما معناها شاهدنا في الماضي، كل مرة وبش يحلوهم وبش يلقاوا المحل وكذا، وفي نهاية المطاف معناها السنوات تمر وهما زاد أعمارهم تجري، اللي تخرج معناها عنده في 2011 اليوم بعد مرور 14 عام صحيح. شوف قديش عمره معناها حتى سن الوظيفة العمومية ما عادش عنده فيه الحق باش يدمجوه، فيجب إيجاد حلول عاجلة لهؤلاء في إطار معناها أو في حدود ما هو ممكن في الميزانية بطبيعة الحال، لكن نحاولوا نبذلوا مجهود أكبر ونلقاو لهم موارد حتى على حساب حاجات أخرى، ما نعرفش أنا البنزين بتاع السيارات الإدارية وغيره وكذا، أعتقد أنه هؤلاء أولى به الذين تمر أعمارهم مع السنوات ولا معناها يجدون معناها ما يسد لقمة العيش. ثم المعلمين والأساتذة اللي متعاقدين ويتنقلوا معناها في مناطق نائية وكذا باش يدرسوا حتى حق تنقل ما عندهمش سمعناهم في وقت سابق وغيره، معناها أي يخلص كان في آخر العام، فكيفاش هذوما باش يكون عندهم مردودية على مستوى التلاميذ معناها وباش يأطروا ويخرجوا أجيال وغيره. فأعتقد أنه هؤلاء أولى من غيرهم كما كنت تحكي أحلام، وزارة التربية وزارة السيادة وتخصيص الاعتمادات لهذه الوزارة مهم جدا على حساب وزارات أخرى، راه نحب ولا نكره إذا كان نحلوا ميزانية كل وزارة وندقوا فيها بالتفصيل سنجد أنه فيها مصاريف زايدة اللي ممكن وزارة التربية أولى بها من باقي الوزارات، وبالتالي معناها نستبشر إذا كان ثم رغبة حقيقية على الأقل في فض هذه الملفات. وثم زاد ما نعرفش أنا ثم ما جت ما وزارات عندها فلوس زايدة، والله أنا والله ثم أحلام أعطيتك البنزين بتاع السيارات الإدارية مثلا اللي ينتفع به البعض، مش أولى به المعلم اللي المتعاقد اللي يدرس في منطقة نائية ويمشي مسكين يتنقل في النقل الريفي صباحا باش يمشي يدرس الأطفال التلاميذ أبعد من هكا. السيد الرئيس خلال يومين فقط تقريبا يتحدث على أنه فما مؤسسات ترصد لها ميزانيات وهي ما موجودة كان في الرائد الرسمي، نمشي ونفتشوا في هالمؤسسات هذه اللي ترصد يرصدوا لها في ميزانيات وفي فلوس وهي ما تقوم بحتى دور، ونمشي والأموال هذيك فلت توجه للتربية ولا توجه للثقافة ولا توجه لدور الشباب ودور الرياضة ولا توجه لما ينفع الناس ولما ينفع المجتمع. أي هو الملف هذايا هو شنو اللي عملت الدولة؟ عملت سياسة لأنه فما ضغط من صندوق النقد الدولي بعدم الانتداب، فأخذت أساتذة نواب ومتعاقدين وتراكمت المسائل وما خلصوش وصاروا يبحثوا عن تسوية الأمور الشغرية متاعهم بطريقة أو بأخرى، فإنه هذا الكل جاء من ضغط الوضعية الحقيقة الإرث الاقتصادي هذا خاصة رياض متاع 11 سنة هذوما كله معناتها هذا كل القطاع تمسه تلقى اللي هو تضرر بطريقة أو بأخرى، خاصة قطاع التربية واليوم أو على الأقل باش يتم ضمان الاعتمادات متاعهم ولو على دفعات خير، نعرفوا أنه راهو معناتها مش مزية هي هما خدموا على رواحهم لكن على دفعات يبقى خير من بلاش. بطبيعة أحلام اللي تحكي فيها أنت صحيح، راهو احنا الوضعيات المزرية والمريرة اللي عايشينها وعايشينها التوانسة وعايشينها منتسبي وزارة التربية هذه راهي نتيجة الإرث الثقيل اللي خليته العصابة اللي حكمت تيلة العشرية السوداء ونتيجة الاختيارات الفاشلة والغالطة متاعهم. أنت تحكي على وزارة التربية كوزارة سيادة، نعم هذا من المفروض، ولكن وزارة التربية وللأسف نتيجة هذا الإرث الثقيل والاختيارات الخاطئة تحولت شيئا في شيئا إلى وزارة اجتماعية بالنظر للملفات الاجتماعية اللي تباشرها الوزارة هذه وبالنظر لهشاشة الوضعية متاع عدد من منتسبي هذه الوزارة. اليوم الحقيقة وراو نقولوها بكل صراحة وبكل وضوح عار على تونس أنه نلقاو اليوم مربين تحولوا شيئا فشيئا إلى حالات اجتماعية، عار على تونس اليوم أنه نلقاو معلمين نواب وأساتذة نواب وخريجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين المجدين وأعوان التأطير، معناتها الإطار التربوي متاعنا معناتها وكأنه يتسول الشهرية متاعه
ومن اعتصام الاعتصام ومن وقفة الوقفة ومن نداء استغاثة. ناس راو زادة هذوما راو من حقهم يعملوا عائلات، من حقهم يعيشوا، من حقهم زادة أنه نرتقي بوضعيتهم المادية والمعنوية إذا بالحق نحبوا نصلحوا المنظومة التربوية والتعليمية متاعنا. راو لا يمكن الحديث عن إصلاح دون الارتقاء بوضعيتهم المادية والمعنوية، هذا راو مهم جدا. وبربي خليني نعرج على هالظاهر اللي نشوفه زاد على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو معناتها مداهمة أوكار معلمين وأساتذة؟ اختو هذا وين وصلنا في تونس؟ معناتها المربين اليوم ولينا معناتها نطلق عليهم في الأحكام هذه، ولينا نسمو فيهم معناتها بهذه الأوصاف بهذا الوصم، معناتها أوكار، معناتها يقترن اسم المربي، اسم المعلم، اسم الأستاذ بأوكار ومداهمة وإيقاف وإيداع ولا أدري ماذا. بطبيعة الحال راو كي نقولوا الكلام هذا لا ندافع راو كذلك على أي مواطن يتجاوز القانون مهما كانت مهنته مهما كانت سيفته، لكن راو ما نخلطوش الحابل بالنابل وما نحطوش الناس في الكل في شكارة واحدة، وما نجيوش القطاع أو المنظومة أو الوزارة أو منتسبي وزارة وخاصة المربين هذوما اللي يصنعوا في الأجيال واللي يكونوا في أجيال، والمدرسة المدرسة هناك أين هذيك ورشة متاع صناعة أجيال وصناعة المستقبل متاع تونس، ما نجيوش يا ناس راهو معناتها شنو مازال في البلاد هذه ما عملناهوش، نجيو معناتها نشيطنوا المربين، نشيطنوا الأساتذة، نشيطنوا المعلمين، يولي اسمهم يقترن بإيقاف إيداع مداهمة أوكار. تو هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ ويلزم بربي راهو يلزم حتى معناتها على مستوى أمني وعلى مستوى قضائي ياخذوا بعين الاعتبار راهو المشاكل هذه والتجاوزات هذه. إذا فما بعض الأشخاص مهما كانت كما قلنا مواقعهم وصفتهم ومانتهم بطبيعة الحال يعملوا تجاوزات يطبق عليهم القانون، لكن بعيدا عن التشهير وبعيدا عن الوصم وبعيدا على شيطنة الناس الكل، هذا راهو ما يليقش بينا وما يليقش بتونس وما يليقش بالمجتمع التونسي. واضح. فيما يخص تحسين البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، قال وزير التربية بأن أشغال الصيانة لم تتوقف يوما، مؤكدا على أنه الانشغال بواقع البنية التحتية المدرسية من صميم الأولويات التنموية للوزارة، كما أعلن الوزير عن تخصيص اعتمادات بقيمة 599 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية المدرسية خلال سنة 2025. نسمعه السيد الوزير. يمثل الانشغال بواقع البنية التحتية المدرسية والتجهيزات في صميم الأولويات التنموية للوزارة، وتتمثل أولويات عمل الوزارة في هذا المجال في إحداث مؤسسات تربوية جديدة تستجيب لمتطلبات الخارطة المدرسية وتعهد المؤسسات التربوية وصيانتها لسيما بالوسط الريفي وتزويدها بالماء الصالح للشراب. وأفيدكم في هذا المستوى أن العودة المدرسية السابقة 2024-2025 يعني سبتمبر شهدت إنجاز 1317 تدخل شمل إحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة وإشغال توسعة وتهيئة بكلفة جملية بلغت 329.6 مليون دينار. وفي إطار برنامج العمل لسنة 25 تم تخصيص اعتماد يقدر ب 599 مليون دينار تعهدا لتأهيل البنية التحتية المدرسية. كما تحدث الوزير عن موضوع الدروس الخصوصية ونافياً ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف عدد من المعلمين والأساتذة الذين يقومون بدروس تدارك ودعم أي الدروس الخصوصية. مانيش نخليكم تعلقوا للأسف باش نتعصف عليكم بالضبط، باش تتعصف عليكم شوية لأنه باش نخرجوا فاصل ونرجعوا نستقبلوا ضيفنا.